مشاهدينا الكرام، إذا نرحب بضيفنا في الاستوديو المتخصص في الشأن التركي سيد معين نعيم. مرحبا بك سيد معين. مرحبا بكم. بداية، كيف تقرأ نتائج انتخابات البلدية لإسطنبول؟ يعني واضح جدا أن أولا أن الفائز فيها هو الشعب التركي أولا، وأن تركيا أثبتت أن فيها انتخابات ديمقراطية حقيقية. يمكن حتى للحزب الحاكم أن يخسر بعض معاقل أو بعض مناطق، هذا أولا. ثانيا أعتقد أن الانتخابات كانت انتخابات بلدية فيها جزء من التصويت العقابي أكثر منها انتخابات فيها تنافس سياسي بين تيارات وأحزاب. النقطة الثالثة والميزة الثالثة فيها أنها انتخابات جاءت فيها ردة فعل واضحة على عدم أو واضح فيها عدم تقبل الناخب التركي لقرار الإعادة رغم الحجج القانونية التي سردها حزب العدالة والتنمية وسردها المحكمة أو اللجنة العليا للانتخابات. نعم أستاذ معين، يعني لماذا هذا الزخم تجاه بلدية إسطنبول؟ ما الذي تغيره بلدية إسطنبول في وجه السياسة التركية؟ يعني حقا أنا أعتقد أن الزخم الإعلامي الذي أخذ الانتخابات أكبر بكثير من حقيقة الانتخابات، وهذا ما ذكرته، أن انتخابات إسطنبول هي انتخابات بلدية وليس انتخابات سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية، لا هي انتخابات برلمان ولا هي انتخابات رئاسة الجمهورية. انتخابات بلدية هي انتخابات على من يرأس مجلس إدارة أو إدارة بلدية إسطنبول الكبرى لتقديم الخدمات للمواطن في إسطنبول الكبرى، لا أكثر ولا أقل. لكن واضح جدا أن هناك عدة عوامل، منها عوامل تركية ومنها عوامل مع الأسف إقليمية وعالمية سعت لجعل هذه القضية قضية انتخابات وتنافس على وكأن الانتخابات على الرئاسة في تركيا. أعتقد كل طرف له أسباب ودوافع، وعلى رأسها محاولة لإظهار أن خاصة من الأطراف المنافسة والتي تعتبر حزب العدالة والتنمية خصم لها سياسيا في داخل تركيا، اعتبر حاولت أن تجعل هذه القصة وكأنها قصة تنافس على صوت الشعب التركي، أن الشعب التركي مع أو ضد هذا المشروع. البعد الثاني خاصة الأطراف الدولية والغربية أرادت تظهر لأردوان أو تشعر أردوان أن تذيق أردوان طعم الهزيمة التي لم ينالها منذ 17 سنة رغم كل المحاولات حقا المشروعة وغير المشروعة التي سعت لها هذه الأطراف. أما على صعيد الدكتاتوريات والأنظمة المتغطرسة في منطقتنا العربية يبدو أنها نست واقعها لتحاول أن تظهر أن خصمها السياسي في المنطقة أردوغان يفقد الحكم ويفقد، وبعض المنشطات التي قرأتها وأنا قادم منشطات حقيقة غريبة تقول أن أردوغان يفقد يخسر تركيا ويخسر قلاع وإلى آخره. أنا أعتقد أن هي انتخابات أراد الكثيرون إرسال وإيصال رسائل إعلامية من خلالها إلا الشعب التركي الذي صوت وهو يعرف لمن يصوت وعلى ماذا يصوت، فقد صوت لرئيس بلدية لا أكثر ولا أقل. وإن كانت انتخابات بلدية هناك من يرى ويقرأ أن هذا التراجع قد هو تراجع للحزب الحاكم وقد ينعكس على الانتخابات المقبلة الرئاسية. يعني أعتقد الأمر ليس بهذه السهولة، واتخاذ هذه وتتبع هذه التحليلات بهذا الشكل ليس سهلا على الأقل في هذه المرحلة. الأمور التي سترتب على هذه الانتخابات وأداء الأطراف المختلفة في هذه بعد هذه الانتخابات هو الذي سيحكم على حجم هذا الأثر. فإن استطاع حزب العدالة والتنمية أن يعيد ترتيب بعض أوراقه ويعيد استرضاء المستنكفين من أبنائه ومن أنصاره وتلافي الخلل الذي حدث نتيجة هذه الإعادة بشكل خاص وكل هذه الجولة الانتخابية، سيكون لديه القدرة على استعادة كل ما يملكه من أو ما كان يملكه من مقدرات حتى في بلدية إسطنبول. ونقطة أخرى، حزب العدالة والتنمية لم يفقد إسطنبول بالكامل، فما زال المجلس البلدي يملك الحزب، ما زالت أوراق قوة لدى الحزب في داخل البلدية، ما زالت الوزارة التي تحكم وتتحكم في البلديات ما زالت بيد حزب العدالة والتنمية. فالبلديات هنا ليست حكومات مستقلة ولا هي حكومات محافظات مستقلة، بل هي عبارة عن بلديات خدمية تدار من قبل وزارة الداخلية ويشرف عليها وزارة الداخلية بشكل مباشر وقانونا كذلك. القضية الثانية، موضوع النتائج، حزب العدالة والتنمية مر في كثير من الأزمات، مر في انتخابات خسر فيها تقريبا الأغلبية في حزيران 2015،
ثم بعد 6 أشهر من تلك الانتخابات أعاد ترتيب صفوفه مرة أخرى واستعاد زمام المبادرة. الرئاسية الأخيرة كانت بصعوبة يعني. كانت أيضا فيها مواجهة وتحدي وتجاوز. أنا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية ما زال حزبا شابا، حزبا قادر على امتصاص مثل هذه الضربات، لكن أيضا من المهم جدا أن نعرف أن هذه الضربة ليست كسابقات، هي كانت ضربة موجعة للحزب، ولنقل أنها درس أقوى من غيره. هل هي دروس أم هي مقياس؟ لا أعتقد أنها مقياس، لأن الناخب كان واضحا جدا أن التصويت كان تصويتا عقابيا بشكل واضح، على الأقل 5% من الأصوات حسب على الأقل الدراسة السريعة الأولية للنتائج، هناك حوالي 5% من الأصوات هي أصوات ليس لها علاقة لا بحزب الشعب الجمهوري ولا بالكتلة المؤيدة لحزب الشعب الجمهوري المتحالف معه، كانت أصوات سياسيا وفكريا قد لا تكون لها علاقة بأكرم إمامولو، لكنها أرادت أن تقول أنها مع إكرام إمامولو المظلوم والذي ظهرت أو شعرت أنه ظلم باتخاذ قرار الإعادة، وكانت والآن بعد النتيجة ظهرت أصوات حتى من حزب العدالة والتنمية قالت هذا نتيجة إصراركم على الإعادة، حتى لو كنا مظلومين كان يجب أن لا تكون هناك إعادة. نعم، هناك مراقبون يرون في أن هذه الانتخابات البلدية ربما تكون طبعا مع هذا الزخم الإعلامي الذي أحيط بهذه الانتخابات ربما يكون بداية شرارة لأمور متلاحقة فيما يخص مثلا طلب الانتخابات الرئاسية المبكرة وما إلى هنالك، ربما القادم سيحمل الكثير. لو كان هناك تنافس بين حزبين وحدث هذا التغير في الساحة أعتقد أن الأمر سيكون أكثر سهولة، يعني الكتلة التي تنافس حزب العدالة هي كتلة مشكلة من عدة أحزاب متناقضة فكريا وسياسيا. القضية الثانية التصويت كان واضحا حتى في الدعاية الانتخابية لحزب العدالة لحزب الشعب الجمهوري أو لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمامولو، كان واضحا أنه يركز على شخص ولا يركز على حزبه، وهذا كان مقصودا لأنه يعلم أنه لو ركز على الحزب لأصبحت الانتخابات حزبية سياسية ولا خسر كثير من الأصوات التي يمكن أن يكسبها أو كسبها في تصدير نفسه وإبعاد حزبه، حتى لو نظر المتابع للمنشورات والصور والإيمج والصور التي صنعها أكرم إمامولو كان شعار حزب الشعب الجمهوري تقريبا غير موجود أو مخفي خلفه أو بشكل أو بآخر ضعيف الظهور، حتى يظهر أكرم إمامولو باسمه وصورته أكثر الشاب أكثر من الحزب. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر ما زال مبكراً للحديث فيه. القضية الثانية والأهم، أي انتخابات مبكرة ما لم يوافق عليها رئيس الجمهورية ويتخذ قرار بحل البرلمان أو تحصل المعارضة على 1/3 أعضاء البرلمان غير وارد حدوثها مهما حدث، إلا إن وافق حزب العدالة والتنمية عليها فعلاً. أستاذ معين عذرا أبو محمد، لو نظرنا إلى أكرم إمامولو وبن علي يلدرم، ما الذي فضله الناخب التركي اليوم بأكرم إمامولو على بن علي يلدرم؟ يمكن أن نضع عدة نقاط في هذا، لا يمكن أن نضع صورة واحدة لكل ناخب. أنا أعتقد أن الشباب وبشكل خاص الذين لم يعيشوا ظروف ما قبل العدالة والتنمية رأوا في أكرم إمامولو الشاب النشيط الطاقة المتجددة، لذلك وفروا يعني ركزوا أن يصوتوا له، وهذا واضح في حتى في استطلاعات الرأي، نسبة التصويت من الشباب لأكرم إمامولو أعلى منها من نسبة التصويت بين كبار السن. القضية الثانية أن أكرم إمامولو أيضا استطاع وركز بشكل واضح جدا على موضوع المظلومية في انتخابات الإعادة، موضوع أنه ظلم بإعادة الانتخابات يبدو أنه كما يقولون وصل إلى الشباب وأقنع الشباب أكثر من الحجج القانونية التي سردها وقدمها حزب العدالة والتنمية ومرشح بن علي يلدرم. النقطة الثالثة، أكرم إمامولو كان ذكيا بأن كان يقدم خطابا شعبويا يدغدغ المشاعر أكثر من طرح المشاريع التي قد تكون بالنسبة للشباب وللناخب قضايا مملة وطويلة يعني لا يستطيع أن لا تؤثر في مشاعره. على سبيل المثال أنا ضربت المثال وكان حيا، أكرم إمامولو عندما سئل عن قضية حل مشكلة المواصلات لم يطرح أي مشروع تنفيذي فعلي لحل مشكلة المواصلات، بل قال سنكون نحن وأهل إسطنبول شركاء في اتخاذ القرار وسنعود للقواعد لقواعدنا ولشعبنا وجماهيرنا في إسطنبول لنتخذ القرار، بينما بن علي يلدرم كان رده مباشر سنقدم مشروع كذا وكذا. موضوع السياحة نفس الشيء، أكرم إمامولو تقدم طرح إجابات عاطفية عن جمال إسطنبول وقدرتها على أن تكون مدينة أكثر قدرة على استقطاب السياح من كثير مدن العالم، بينما بن علي يلدرم كان لديه عدة مشاريع طرحها. يبدو أن الخطاب الشعبوي كان أكثر تأثيرا في الناخب من الخطاب الرسمي الذي مثل الدولة، يعني أكرم إمامولو كان في عفوا بن علي يلدرم كان في طرحه رغم قوة طرحه
من حيث المشاريع، لكنه كان يبدو أنه خطاب حكومة أو خطاب دولة أكثر منه خطاب رئيس بلدية يريد أن يكون أقرب إلى الناس. واضح هذه النقاط كانت فوارق كبيرة بين فوارق كبيرة شجعت الناخب على تصويت لصالح أكرم إمامول. نعم. شكرا جزيلا لك سيد معين معين نعيم المتخصص في الشأن التركي، شكرا لك. شكرا.